تعال طلع طعمه حلو قوي. هنات مجانية والله يا جماعة، مش عارف اوكي. هنات جريد 6 كيلو 8 كيلو مع انها وومن رن، بس مش عارف ليه في ولاد كتير موجودين. عامل ايه يا هويدي؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح الفل. رايحين نعمل ايه؟ انا عن نفسي نازل مع بي جرين ريسايكلينج بلاستيك بقى. زي ما انتم شفتوا الفلوج اللي فات واحنا قاعدين في الميتنج، فدلوقتي احنا رايحين الايفنت نفسه. يلا بينا نروح. ووصلنا الايفنت، ودي انتوا دلوقتي بتشوفوا الكواليس بتاعه الفيديو بتاع الومن ريس. الومن ريس هو ده تاني سنه يتعمل في مصر من كايرو رانرز. احنا جايين نعمل ايه اصلا؟ بي جرين بتشارك زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، هي المسؤوله عن كل البلاستيكس والكانز وكل الحاجات اللي هتبقى موجوده. فكل اللي انا بعمله اني هصور الايفنت خاص بي جرين. ورايا بي جرين بيجهزوا، كل واحد بيلبس التيشيرت بتاعه، الجلوفز بتاعهم. طبعا انا ولا هلبس جلوفز ولا اي حاجه، انا هلبس تيشيرت بس. وفي الايد التانية انا بصور بي جرين. هويدي حول، ابدا الاشاره من عندك يا هويدي. في ماسك كيس عشان الناس تبدا تشوف. على وعليكم يا جماعه، والله مهتمين بكل التفاصيل، حتى الباسكت اللي هما بيحطوا فيه الزباله. يعني بص شكله اصلا. دي الستيكرز بتاعتنا عشان تبقى على الشنط. الكي ار كود ده بالانستجرام بيج بتاعتنا، ممكن تسكانه وتعمل لنا فولو. اخيرا وصلنا الومن رن. معايا اوميجا، وصلنا التيم بتاع بي جرين كله. وراح فين؟ بص مارو. وي مارو، عاش عاش بي جرين. جود لك ان شاء الله، يوم حلو. تمام هنا يا جدعان، عاش. حلو قوي، حلو قوي الجنان ده. كويس ان محدش حلو. هات شوت باب. مع انها وومن رن، بس مش عارف ليه في ولاد كتير موجودين. بس انا مش عارف، انا نفسي مش عارف. تعالوا نعرف. صباح الخير. صباح الفل. عامله ايه؟ تمام. انت عامل ايه؟ ايه الفجأة الحلوة دي؟ احنا جايين نعمل ايه النهارده؟ ناكل. تعالى طلع طعمه حلو قوي. جارية البنات برضو، حتى في جارياتهم هتلاقيها لذيذة. بص دلع. دي ناس شرف، ناس محترمين. شباب بي جرين دلوقتي متجهين للمناطق بتاعتهم، كل واحدة يستلم منطقة. دلوقتي رايحين نعمل ايه يا مارو؟ رايحين نأمن على البوينتس، نتأكد الناس واقفة في مكانها. وانس نحن اليوم واقفين هنرجع تاني. بعد الجري عندهم حفله. ادوارد هناك هنا ورايا. انا دلوقتي يا جماعه شفت حد غريب. ايه اللي انت عامله ده؟ لابس تيشيرت بي جرين ولابس عليه الفيست بتاع كايرو. انا مش فاهم هو تبع مين. مالتي تاسكر. مالتي تاسكر ايه بس؟ هو اي مصلحه؟ كايرو سبيرتشولي وبي جرين فيزيكال. الصبح كان معايا بي جرين، دلوقتي كايرو رانرز. انا مش فاهم في ايه، من حق اعرف في ايه. حضرتك انا كان معايا 8 بي جرين او 3. قولي لي انت ريسر ولا فولنتير؟ قلت له هبقى ريسر. طب في القصة ما فولنتير عليكم مية. We'll be right back.
مره هتقولي لنا الايفنت حلو ولا لا؟ ايفنت كان جامد جدا. اول مره احضر وومنز ريس تحفه تحفه تحفه، مش اول ولا اخر مره. تحفه حلوه جدا امباورنج. ده شهرتي مجروحه. بقول لك ايه، انت اول فيديو، انت نجمه اول فيديو نزل عندي. مكمله معاكم. اول مره اجري 8 كيلو. 8 كيلو حرام، كلهم اصلا على بعض 4 كيلو. لا 6. 6 كيلو هي زوغت 2 كيلو. والكابتن بتاعتي هي اللي جابتني، هي اللي شجعتني وخلتني جريت 6 كيلو 8 كيلو. كان ريس جميل جدا والحفله كانت جميله قوي، وبي جرين كانوا عاملين شغل جامد جدا جدا جدا. صورت مع ادوارد ولا لا؟ لا يعني صور هو على الستيج كده. الايفنت كان عامل ازاي النهارده معاك؟ الايفنت كان لطيف جدا والناس صفاف، وبسطنا بالاجواء وكل حاجه كانت جامده الصراحه. بس انا كنت معاك عامله ايه؟ الحمد لله. شريعه تقول لنا ايه رايك في الايفنت النهارده؟ انبسطت جدا بجد، جدا 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 يعني. كان حلو ولا كان عادي؟ تحفه بجد. كايرو رانرز كانت مقديه النهارده. احلى كايرو رانرز في الدنيا، انا اصلا معاكم من زمان يعني. على فكره ده الفلوج بتاعي مش بتاع كايرو رانرز بس، ده اعلانات، اعلانات مجانيه والله يا جماعه. مش عارف اوكي. الفلوج اللي فات كان تي بي اس، والفلوج دوت كايرو رانرز. مش عارف هنعمل معاهم ايه تاني. يا رب بقى ان شاء الله بعد كده يدونا فلوس. يلا يلا بينا. فسيبكوا كده، اليوم خلص. والله يا جماعه في مجهود ما حاصل في الـ في الـ في حتى في الـ في مجهود حاصل حتى في الـ يا جماعه والله في مجهود حتى حاصل يا جماعه والله في مجهود حاصل حتى في الـ في البوكس اللي هما بيحطوا فيه الزباله في الباسكت يا جماعه. يخرب بيت كده والله.